خلف الكرة الثانية يتأهل سيسدد من هذه المسافة. والحارس بوكريت في المكان المناسب والذي يجدها من الفريق الرديف ومن صنف الأمال. هاي الإعادة وبوكريت في أولى الكرات مع بداية قوية من جانب فريق شبيبة القبائل في هذه المباراة التي كروم أحمد يلعب الكرة على شكل ركنية التماس، يعني التسديدة الثانية قوية من شمس الدين حراق، حاول أن تكون في إطار المرمى يعني ولم تكن قوية. وكاسي جوبا يلعب الثنائية مع منصوري زكريا، جميلة يسددها من نزلة ماسينيسا بكرة نازلة، بوكريتا ونزلة كيف استرجعها وكيف سددها بقوة، تركيز عالية من هذه الكرة الثابتة لصالح منصوري ارفعها منصوري، ولكن توصل الكرة ولكن في بعض الأحيان تفتقد للتركيز. وقاسي جوبا يراوغي يلحق منصوري يلتف عليه ثلاث لاعبين، يترك الكرة للحكم المباراة، تسديدة قوية جميلة المحاولة هذه من لاعب الشبيبة. يراوغي يلحق منصوري يلتف عليه ثلاث لاعبين يترك الكرة للحكم المباراة تسديدة قوية جميلة المحاولة هذه من لاعب الشبيبة. بخنشوش سليم هو الذي سدد الكرة الأخيرة، بخنشوش الذي أصبح حديث الدين، يلعب كرة في العمق باتجاه بخنشوش، يتدخل الدفاع بقوة، تعود الكرة الثانية لمواكي ضدي الحسين، تسرع في الكرة دقيقة 19 من بداية هذه المباراة، 0-0 بين شبيبة القبائل وشباب قسنطينة. دافع ربيعي حمزة يلعب مع معمري، يرفعها معمري هدف أول، ما أروع هذا الهدف، أول حماس الذي تحدثنا عنه وقلنا بأننا يجب أن ندفع به الكل نحو الأمام. من سجل عرجي وليد ربما هو الذي تابع الكرة، لعبت هوا معمري كيف ارفعها، هي المتابعة من حمزاوي، التسديدة الأولى ردها بوكريت، الثانية ردها الدفاع، والثالثة لا الدفاع ولا بوكريت ولا هم يحزنون، الثالثة في شباك شبيبة القبائل بقوة من اللاعب عرجي وليد في المكان المناسب بيفتتح باب التسجيل ويولع المباراة. هذه صدقوني بأنه أعطانا نسق آخر لهذه المباراة، صدقوني بأن من يلعب الكرة لما لمنصوري أم لمن لعبها وضيعها ما زالت لمنصوري، يا سلام ضربها منصوري يتألم من جراء سقوطه، وكيف سددها منصوري في الوقت الذي ربما بالدرجة الأولى لفريق الأحلام نادي برشلونة، كاد يوضع الكرة، وهذه التوزيعة توزيعات ليست سهلة، طالح فاتح هو الذي تابع الكرة، عربة كبيرة صعبة هذه الكرة من هناك على الجهة اليسرى يوزعها، يا سلام من يسجل ولا أحد، حكم المباراة قريب جدا من اللقطة ويمنح ضربة جزاء لشبيبة القبائل. صار شباب قسنطينة ربما بالخبر، صار كيف وزعها وكيف ضربها لاصطدمت باليد، أين هي الكرة التي احتسبها ركلة جزاء؟ لا أريد أن أفهم، كرة جوبا وقاسي وزعها في الأولى، ياسين سادات بالله عليك اذهب حبة خاصة في غياب في مواجهة بوكريت وشمس الدين حراق، شمس الدين حراق وبوكريت كما توقعنا، وهي الإعادة لكيفية تسديد الضربة، ولكن ضربها بقوة في منتصف المرمى بوكريت، وفرحة كبيرة بعد أن صد ورد هذه الكرة مثل ما صد بالأمس. غاية هذه الدقيقة 49 ولكن بوكريت يريد أن يرد ويصد، يا سلام يا الله يا الله يا الله يا الله،
خلف الشاشة، وضعها بالمليمتر يا حبيبي، وضعها وضعها وتفنن فيها وسجلها. ليس إلا الكبار من يسجلون، بل لدينا مواقي وأسعاب. هاي والهدف من مواقي الذي تقدم على فكرة في المرحلة الأولى من أجل تسديد ضربة الجزاء، ولكن حراك قال لا. هو مواقي يتفنن بحركاته الأكروباتية التي لا يجيدها كل اللاعبين، ثم رقصة الديك لأنصار الكناري، وبوكريت سقط في حدود الدقيقة 50. ضربة في المرحلة الأولى من حال بعيد، وقال اتمدد وزيد يا بوكريت، قال له استعمل كامل البراعة وأخرج المال لديك، ما عندك من براعة ومن مهارة، ولكن لا حياة لمن في النادي، لأن الكرة متجهة بعيدا هناك. بالخطأ، أوه نزلة يا نزلة، يستنفذ في كامل طاقريت، نزلة سددها، ولكن بوكريت كان لها بالمرصاد بقوة، ونزلة برجل واحدة إذا صح التعبير، طبعا هي تعبير على أنه يتألم من الرجل الأخرى، ويقول ما قدرتش، غيروني. من موجود على كرسي الاحتياط؟ وبن دودان وشتيح وبن سهلي وبن وعابد صوفيان هي التشكيلة الثاني، والكرة لمصلحة السي اس سي. المراوغة، ماذا أراد أن يفعل؟ وحكم المباراة يمنح ركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة أمام فرصة التسديد. هاي الإعادة وهي المحاولة، دخل بين لاعبين، هل فيه ركلة جزاء فعلا؟ هاي الإعادة، بوخنشوش من أخذ الأسبقية مرة أخرى، هل يتمكن الشاب؟ يسجلها. هدف جميل لمصلحة شباب قسنطينة في هذه الدقيقة، الإثارة مستمرة، وهذه الطريقة المبتكرة في تنفيذ ركلات الجزاء. يصعد بالرجل اليمنى واليسرى البديل الذي تمكن، أبو الجدري ناصر راهن، يا أبو الجدري ناصر الذي كنت اليوم كابوسا في دفاعات الشبيبة. ثلاثة مقابل هدف، هل كان متقدما أبو الجدري هذا؟ هل كان متسللا؟ سنشاهد الإعادة لأكثر من مرة من غير لف ومن غير دوران، خرج وجه لوجه واختار الزاوية.